وياكم الدكتور حسن الصفار. اليوم حنبدي نشرح عن اهم المكونات الخاصه بمنظومات الطاقه الشمسيه، حشرح لكم عن الاجزاء الاساسيه لمنظومات الطاقه الشمسيه. بالاضافه لهذا الشيء حنبدي نتكلم عن بعض المواضيع الهندسيه المهمه، حنتكلم عن بعض الزوايا المهمه اللي الألواح الشمسية. بالبداية احنا عندنا هذه الألواح الشمسية، عندنا أربعة أو خمسة أجزاء رئيسية بالنسبة لمنظومات الطاقة الشمسية، المكونات الأساسية. الجزء الأول هنا عندنا اللي موجود الألواح الشمسية، هذا اللوح مونو 400 واط، طبعاً ينتج 400 واط بالظروف القياسية. الظروف القياسية اللي هي 1000 واط، وتكون درجة الحرارة باللوح للوح الشمسي هي 25 درجة سيليسية. هذا الجزء الرئيسي اللي هو الألواح الشمسية اللي تنتج لنا الكهرباء. حاليا الكهرباء المنتجة من الألواح الشمسية تعتبر جدا رخيصة بالمقارنة مع المنظومات الطاقة الشمسية، بالمقارنة مع منظومات الطاقة الكهربائية سواء البخارية أو الغازية أو الديزل. تقريبا يعني ما ندخل حاليا اليوم بالارقام، بس خلينا نتكلم عن الاجزاء الرئيسيه منظومات الطاقه الشمسيه. الجزء الثاني عندنا هو منظم الشحن، عندنا هذا منظم الشحن، منظم الشحن ام بي بي تي، طبعا افضل من بي دبليو ام. الالواح الشمسيه حتى نربطها ويا منظم الشحن. منظم الشحن فيه مواصفات معينه، عاده انه يجي بعض الاوقات يكون خارجي، وبعض الاوقات يكون انه منظم الشحن داخلي. عندنا هذا 40 امبير وهذا 80 امبير، اقصد خارجي، هذا حاليا خارجي، الداخلي يكون داخل الامبير. تعالوا نتعرف عن الجزء الثاني او المنظومات الطاقه الشمسيه، عندنا البطاريات. البطاريات حتربط مع الانفرتر، ما صورنا احنا الانفرتر، بس احنا اخذنا جزئين اساسيات، الالواح الشمسيه، منظم الشحن، الجزء الثالث عندنا البطاريات. البطاريات اذا نقرا مواصفاتها 12 فولت 200 امبير ساعه. عندنا الجزء الثالث اللي عفوا الجزء الرابع اللي هو مهم، الجزء الرابع اللي عندنا مهم هو الانفرتر. الانفرتر يحول لنا الكهرباء المنتجه من الالواح الشمسيه من كهرباء دي سي الى كهرباء اي سي اللي نستخدمها بالبيوت. اكو عده انواع للانفرترات، عندنا هذه الانفرتر، هذا الانفرتر يعتبر اوف جريد، عندنا انفرتر اون جريد اللي هو يصدر كهرباء للشبكه الوطنيه فقط الواح فقط انفرتر. هسه حاليا الاجزاء الرئيسيه، هذا الفيديو اول فيديو مجرد فيديو تعريفي، عندنا الاجزاء الرئيسيه لمنظومات الطاقه الشمسيه هي الالواح الشمسيه، هذه الالواح الشمسيه مثلا عندنا هذا اللوح بمواصفات نقدر نقراها بالليبل اللي خلفه، والجزء الثاني قلنا منظم الشحن، الجزء الثالث البطاريه او هذه البطاريه اللي هنا موجوده عندنا، والانفرتر. هذه كل الاجزاء الرئيسيه الاربعه بالنسبه لمنظومات الطاقه الشمسيه. عندنا اجزاء ثانيه ثانويه اللي هي ايضا مهمه، عندنا الجوازات الدي سي، مثل عندنا هاي الجوازات 125 امبير تتحمل حق 125 امبير 550 فولت. عندنا جوازات ثانيه هذه ايضا جوازه دي سي، عندنا ام سي 4. الام سي 4 حقيقه الفائده من عندها هو نربط المخارج من الالواح الشمسيه، ما اعرف اذا مبين عندكم او لا، هذا المخرج من الالواح الشمسيه نربط، وبعدين انه يكون مخرج واحد حتى ما نقطع الاسلاك وما تكون انه ربط الاسلاك بشكل عشوائي، فنستخدم الام سي 4. هذه ام سي 4 ثلاثيه. عندنا بعد الاسلاك ايضا الدي سي هي الجزء الاخير بالنسبه لمنظومات الطاقه الشمسيه. الحقيقه هذا الفيديو هو تعريفي للطلاب كليات الهندسه، بالاضافه أو اول شيء يعطينا مثلا نظره عامه عن منظومات الطاقه الشمسيه. هذا الفيديو الحقيقه راح اسوي مجموعه فيديوهات، هذه مجموعه الفيديوهات ان شاء الله تكون مفيده لكم. السبب انه اللي حنسوي هذه الفيديوهات لانه بدنا نشوف بالسوشيال ميديا او باليوتيوب كثير من الناس غير مختصين، ما عندهم معلومات بسيطه، ويطرحون معلومات مغلوطه وخاطئه. لذلك حتى نتجنب هذا الشيء اللي موجود، وحتى نعطي معلومات دقيقه، معلومات واقعيه عن الاجزاء الرئيسيه وشلون نبي نصمم منظومه طاقه شمسيه تكون ناجحه. وشكرا، مع حسن الصفار. تمام، هسه حاليا حنتكلم عن الجزء الثاني بالنسبه للمحاضره الاولى، او بالنسبه للاشياء اللي هم الطاقه الشمسيه. عندنا الجزء الثاني بالنسبه لهذا الموضوع الثاني هو نتكلم عن الزوايا الخاصه بالالواح الشمسيه. هذا الموضوع جدا مهم، وموضوع عاده اذا
نتكلم عنه. عززة بمعلومات إضافية من خلال المحاضرة. موضوع الزوايا هو موضوع مو معقد، موضوع سهل إذا تكلمنا عنه بشكل واقعي. عندي هذا اللوحة الشمسية، إذا فرضنا نفسه حاليا اتجاه الجنوب، عفوا إذا فرضت اتجاه الجنوب أنه هذا الاتجاه، فعادة أنه عندنا أول زاوية اللي عادة اللوحة الشمسية نحتاج لهم من نصها، نصها اتجاه الجنوب نسميها تكون زاوية 180 درجة، أوكي؟ عندنا هذه أول الزوايا تكون زاوية 180 درجة إذا كانت باتجاه الجنوب. عندي الزاوية الثانية هي زاوية ألفا أو زاوية ميلان اللوحة الشمسية، يعني إحنا عندنا أول زاوية قلنا بس عم ميزون بين الزوايا اللي خاصة باللوحة الشمسية، أول زاوية بنجي حددها من الشمال، الشمال إذا عندي بهالاتجاه فإذا ألف 180 درجة حتكون بهالاتجاه، حتكون الزاوية عندي ايش قد؟ 180 درجة. الزاوية الثانية اللي موجودة عندي إنه بين اللوحة الشمسية وبين الأرض. يعني بين اللوح الشمسي اللوح ميلان اللوح، اذا هسه حاليا عندنا قائم صار اللوح، هاي الزاويه حاليا 90، يعني الزاويه بين اللوح الشمسي وبين شنو الارض انه اللي خلفه، اذا ميلنا هاي تبين نص مع اللوح الشمسي نصها زاويه 30، هذه الزاويه نسميها الفا عدله، فاذا ردت انه هسه حاليا حتكون صار انه اطالع اللوح، عندنا الزاويتين اساسيات بالنسبه للالواح الشمسيه، يعني انا عندي اللوح الشمسي بالنسبه الزاوية الأولى إنه اتجاهها وين وجه اللوح، والزاوية الثانية إنه مشكل عندي الميلان على الميلان اللوح الشمسي على السفر. هذه المعلومات حنحتاجها بحسابات شدة الإشعاع الشمسي الساقط على اللوح الشمسي solar radiation intensity، وعدة نحتاجها أيضا بحسابات الثانية حسابات الحرارة وجيد الطاقة الحرارية حيكتسبها اللوح أو حيكتسبها السطح، اي سطح ثاني، فاذا عندنا الجدار الخارجي تسقط عليه اشعه شمسيه مثل اذا هو باتجاه الجنوب او باتجاه عفوا الغرب او الشمال، فنقدر من خلال هذه الزاويه نحدد انه من نسمي الزاويه مالته حنقدر نحدد اي اتجاه، وبالتالي نحسب ايش قد الطاقه او شده الاشعه الشمسيه الساقطه عليه، واقدر احسب على اي جدار مثلا من البيت او من اي بنايه نحسب فيها الطاقه الحراريه الساقطه على هذا الجدار، وتفيدنا بحسابات التكييف والتبريد، واذا عندنا الواح الشمسيه بتفيدنا بحسابات الطاقه المنتجه من الواح الشمسيه، فان الزاويه وجه مات اللوح او الجدار وهذا الاول، والزاويه الثانيه اللي هي الفا قلنا انه اللي هي جهه ميلان اللوح، مثل اذا خلينا بهالزاويه انه حيكون 90، واذا نزل انه 100 قايس صفر. فهذه مجموعة زوايا حنتطرق لها بالتفصيل أيضا وتكون واضحة إذا شرحناها عن طريق